حياك الله الرحالة البكستاني الجنسية محمد خان، الله يحييك. الله يبارك فيك ويعطيك العافية مسعود، وأشكرك وأشكر متابعينك، الله يعطيك العافية. الرحالة الدولي محمد علي بخش، باكستان، جنسية سعودية المشاعر والانتماء لهذا البلد الطاهر، وهذول أهلي. والله أنا أفتخر بكم يا أبو سعود، وأفتخر برفقاء كلهم اللي موجودين في محافظة العلا في قرية الحجر. نعم الله يحييك، هذا يلوم ناسك وهلك. أنت أظنك عشت هنا بالحجر. أنا من مواليد العذيب، طال عمرك من مواليد العذيب، بين الحجر وبين العلا. أي نعم، الله يحييك. وهذا شرف لي أنا أن يكون والله بينك. أنك تكون بسنابي أكبر شرف طال عمرك. الله يرحمه، أنت أخو عزيز وغالي. الشرف لي أنا طال عمرك، الشرف لي أنا. أخذت من هالعادات والتقاليد بهالمنطقة أكيد. والله أنا منكم فيكم طال عمرك. أي نعم. يعني أنا نسيت عادات وتقاليد الباكستانية. اي والله، لنا الشرف. لكن ابدا انا اللي ما يعرفني كشخصيا ابدا مستحيل يعني بيقول هذا باكستاني. ما يحتاج، انت باكستاني فقيري. اي من الفقرة، من الفقر. ونعم والله. كل حياتي مع الفقرة. الله. قبائل المملكة كلها تاج راس، لكن عزتي الفقرة من الفقرة من عنزة طال عمرك. اي نعم. الله يحييك. الله يبارك فيك.